أزيد من 3 ملايير درهم، عبارة عن قيمة مالية لأنواع مختلفة من المخدرات تم إحراقها اليوم الاثنين 16 أكتوبر من سنة 2023 في رمشة عين. بداية عملية إتلاف هذه المحجوزات قد انطلق من مصلحة الجمارك والأمن بميناء المحمدية عبر وزنها ونقلها عبر شاحنة وسيارتين لنقل البضائع تحت حراسة أمنية مشددة، حيث قطعت الطريق من المحمدية إلى المطرح المشترك بجماعة بني خلف عمالة المحمدية ليتم إفراغ المحجوزات هناك مع صب مئات اللترات من البنزين عليها وإضرام النار فيها، وذلك بحضور عناصر من الأمن والدرك الملكي والجمارك وقوات المساعدة والسلطة المحلية وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. هذه الكمية من المخدرات قدرت بحوالي 14 طن، تعود النسبة الأكبر فيها لمخدر الشيرة التي كانت محشوة في رزم تزن الواحدة منها حوالي 42 كيلوغراما، وهي نتاج عملية أمنية مشتركة بين الفرق الوطني للشرطة القضائية وعناصر مراقبة التراب الوطني، والتي تم حجزها مؤخرا بالطريق السيار بين المحمدية وبوزنيقة. مش تلاحظوا اليوم تشهدوا معنا واحد العملية ديال الإتلاف كمية مهمة من المخدرات والمواد المخدرة تقدر ب ما يناهز 14 طن ديال المخدرات الشيرة ومختلف المواد المخدرة من أقراص وكيف، والتي تدخل هذه العملية في إطار محاربة كل أشكال التجار في المخدرات بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية على رأسهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذلك الدرك الملكي ومصالح إدارة الجمارك. تأتي هذه العملية في بناء على توجيهات النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المباشر كذلك، الرامية إلى تشكيل لجنة مختلطة تتكون من مختلف المصالح المحلية قصد الإشراف والسهر على إتلاف هذه الكمية في احترام تام لكل الظروف البيئية. هذا من جانب آخر، تدخل هذه العملية دي في إطار ما تقوم بإدارة الجمارك التي لا يقتصر دورها فقط في تحصيل مجموع الرسوم والمكوس الجمركية، وإنما يدخل دورها كذلك في محاربة كل أشكال التهريب وكذلك التجار في الممنوعات بمختلف أشكالها، وهي أدوار مفاتيح إدارة الجمارك وعلى رأسها السيد المدير العام وكذلك السيد المدير الجهوي وباقي المسؤولين المباشرين على هذه الإدارة التي ما تحثنا على 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 تكثيف الجهود وعلى اجل محاربه والتصدي لمختلف هذه الظواهر الاجراميه التي تضر بالصحه العامه لعموم المواطنين والمواطنات. شحال القيمه تقريبا الاجماليه الماليه ديال هذه المحجوزات اللي تم احراقها تقريبا؟ تقريبا ما يقرب على 3 المليار ونص ديال 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 الدرهم، هي القيمه الحقيقيه ديال هذه الكميه ديال المخدرات التي تم إتلافها اليوم والتي سطرت بموجبها متابعه قضائيه امام المحكمه الابتدائيه المختصه قصد معاقبه الجانين. وقد همت عمليه الإتلاف كذلك رزم من القنب الهندي الكيف وكميات من الطابة والأقراص المهلوسة وكمية هامة من مسكر ماء الحياة الماحية والسجائر المهربة، وتعود هذه المحجوزات لتدخلات سابقة لمصالح الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية بتراب عمالة المحمدية. قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار.